استفاد أكثر من 637 ألف مكلف من مبادرة تأجيل الإقرار والسداد للزكاة والتي دعت إليها الهيئة العامة للزكاة والدخل للمكلفين بالاستفادة من المبادرات التي أطلقتها مؤخرا بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والتنموية، حيث استفاد أكثر من 5000 مكلف من تأجيل الإقرار والسداد لضريبة الدخل. وأشارت الهيئة إلى أن تعليق غرامات التأخر بسداد الأقساط شملت جميع المكلفين المسجلين ولديهم أقساط تستحق خلال فترة المبادرة، في حين من المتوقع أن يصل عدد المكلفين المستفيدين من مبادرة تعجيل دفع طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9000 مكلف مستفيد. لتفاصيل أكثر ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل. حياك الله معنا أستاذ حمود. يا أستاذ جمال، مساء الخير. مساء النور. أستاذ حمود، أود أن نلقي الضوء عن هذه المبادرات التي تم إطلاقها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، لو تحدثنا عنها لو سمحت. مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين. طبعا انطلاقا من الأمر الملكي الذي وجه للحد بوضع حوافز ومبادرات تهدف إلى الحد من الأثر المالي والاقتصادي، وتماشى مع دور الهيئة وتكاملا مع الجهات الحكومية الأخرى، أطلقت الهيئة عدة مبادرات تتجاوز 10 مبادرات. هذه المبادرات تهدف إلى بقاء سيولة لدى القطاع الخاص لمساعدته في مزاولة نشاطه وعدم التأثير عليه. تتمثل أبرز هذه المبادرات تأجيل تقديم إقرارات ضريبة الدخل وكذلك الزكاة، وكذلك تأجيل تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة والضرائب التقائية وضرائب استقطاع. كما شملت هذه المبادرات كذلك إلغاء جميع الغرامات المترتبة على هذا التأجيل، سواء كانت غرامة تأخر في السداد أو غرامة تعديل الإقرارات، وكذلك غرامات المترتبة على تقسيط المبالغ التي تم جدولتها سابقا قبل المبادرة. كما شملت المبادرة أيضا التوسع في عملية الأقساط أو عملية تقسيط المبالغ المستحقة سابقا، وكذلك إلغاء غرامات عدم التعاون عند الفحص الميداني. كما شملت هذه المبادرة منح شهادات زكوية لجميع المكلفين بدون أي قيود، وكذلك تعجيل طلبات استرداد الضرائب المسددة أو الزكوات المسددة لدى الهيئة بزيادة من قبل المكلفين. لو نبغى نتكلم عن فترة التأجيل أستاذ حمود، ما هي فترة التأجيل؟ طبعا فترة التأجيل المبادرة انطلقت من 19 مارس 2020 إلى 30 يونيو. جميع القرارات التي ستكون أو مستحقة في هذا الوقت سيتم تأجيلها، مثلا قرارات ضريبة القيمة المضافة كما هو معلوم، هناك قرارين، قرار شهري لبعض الشركات وقرار ربع سنوي، سيتم تأجيلها حتى يتم تقديمها بعد 30/6. كذلك أي غرامات تترتب خلال هذه الفترة يتم تأجيلها، أو عفوا الغرامات يتم إلغائها نهائيا، لا يوجد أي غرامات. كما هناك طبعا مبادرة من الهيئة اسمها مبادرة الإفصاح، تهدف الهيئة إلى أن المكلفين الغير مسجلين في الهيئة والذين كان يجب عليهم التسجيل قبل المبادرة أن يفصحوا عن أي مبالغ ضريبية لم يصرحوا عنها والتسجيل في الهيئة. مبادرة الإفصاح الهدف منها زيادة الالتزام الطوعي. هذه مبادرة سوف تلغى أي غرامات مترتبة على عدم الالتزام، مثل غرامة التأخر في التسجيل، غرامة التأخر في تقديم الإقرارات، أو غرامة التأخر في السداد. طيب لو نبغى نتكلم عن الفئات اللي بتستفيد منها، نتكلم عن المؤسسات فقط هنا، عن من نتكلم هنا إذا تحدثنا عن الفئات المستفيدة؟ نتحدث عن جميع الأشخاص المسجلين لأغراض الزكاة أو لأغراض ضريبة الدخل، أو مكلفي الذين يقدمون إقرارات ضريبة الاستقطاع تفرض على غير المقيم، وكذلك مكلفي ضريبة القيمة المضافة أو مكلفين الذين يمارسون نشاط السلع الالتقائية والتي حددت بثلاث سلع أو أربع سلع: المشروبات الغازية والتبغ ومشروبات الطاقة والعصائر، وكذلك مكلفين الخمس مكلفين هؤلاء أو المستفيدين منها سواء كانوا شركات سواء كبيرة أو متوسطة، هنا هدف المتوسطة الصغيرة طبعا، أو الأفراد المسجلين لأغراض ضريبة القيمة المضافة. جيد، هنا بسألك إذا كان يتوفر عندك نسبة المستفيدين من المنشآت المتوسطة أستاذ حمود.
طبعا هذه المبادرة أفرزت أعداد كبيرة واستفادوا منها، وما زلنا نتواصل مع المكلفين لشرح هذه المبادرات لهم للاستفادة. غرض الهيئة عندما أطلقت هذه المبادرات تهدف أن جميع المكلفين المسجلين لديها وعملاء يستفيدون من هذه المبادرة. طبعا نسجت عن هذه المبادرة أرقام طبعا مبدئية حاليا، نتوقع أن تزيد الأرقام. مثل الذين حصلوا على شهادات زكوية تجاوزوا 534,000، مكلفين الزكاة الذين استفادوا من تأجيل سداد وتقديم قرارات الزكاة تجاوزوا 638,000، ومكلفي ضريبة القيمة المضافة الذين استفادوا من تأجيل إقرار ضريبة القيمة المضافة تجاوزوا 228,000، كما وصلت طلبات الاسترداد إلى أكثر من 9,000 طلب وتم معالجتها، كما استفاد من إلغاء أو تأجيل سداد الضريبة من خلال استيراد سواء لمكلفي ضريبة القيمة المضافة 213,000، ومكلفي الضرائب الذين يستوردون السلع الانتقائية تجاوزوا 818 مكلف. 9,000 طلب اللي تم معالجتها، هذه تم معالجتها في خلال كم يوم؟ طبعا كانت الهيئة سابقا لديها 30 يوم. نعم، سابقا 30 يوم لأجل معالجة طلبات استرداد، لكن الآن المدة أقل من ذلك، أسرع وقت يتم موافقة على طلبات استرداد. شكرا جزيلا لك، وشكرا لجهودكم أستاذ حمود الحربي المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والدخل. هذه الجهود طبعا هي امتداد لجهود الحكومة تجاه القطاع الخاص بما يخفف من التداعيات القائمة حاليا. احنا شاهدنا الكثير من المبادرات التي أطلقتها العديد من الجهات الحكومية، تأتي مبادرة هيئة الزكاة والدخل اليوم لتضاف إلى هذه المبادرات التي تهدف اليوم إلى دعم وتحفيز المؤسسات الوطنية، وتحديدا كما ذكر الأستاذ حمود المنشآت المتوسطة والصغيرة. جهود مباركة من قبل الحكومة، هدفها الأول هو المحافظة على اقتصاد متين، وأيضا تخفيف من الأثار التي نعيشها اليوم في ظل أزمة كورونا.